شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. التوجه إلى الله تعالى على نحوين. النحو الأول التوجه الاضطراري. كيف يتم التوجه الاضطراري إلى الله؟ كل واحد منا، نحن البشر، له واقع، يولد بهذا الواقع. عندما يأتي إلى هذه الحياة الدنيا له واقع معين. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا الواقع بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله. البشر يولد ملونا بصبغة الله. بمرور الأيام كلما كبر البشر تضاف إلى هذا الواقع قشور، هذه القشور تغلف ذلك الواقع. ما هي هذه القشور؟ هذه القشور المال، الجاه، المنصب، العلاقات الاجتماعية وما أشبه ذلك. الإنسان عندما تضاف إلى واقعه هذه القشور لا ينظر إلى القضايا من خلال واقعه، لا ينظر إلى الأمور من خلال صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها، وإنما ينظر من خلال هذه القشور. عندما يتعامل مع شخص آخر لا يتعامل تعامل بشر مع بشر، وإنما يلاحظ الجاه من خلال زاوية الجاه يتعامل مع ذلك البشر، من خلال هذا المنصب يتعامل مع ذلك الفقير،
هذا غطاء يؤطر نظرته إلى الأمور. هذه الأغطية، هذه الحجب متى تنتهي؟ متى يتوجه الإنسان توجها حقيقيا بواقعه إلى الله؟ إذا ركبوا في الفلك، ركب في البحر، الأمواج تتلاطم، ماكو هنالك أمل، ماكو هنالك شيء تأمل فيه بالنجاة. الله تعالى يعبر ظل، لاحظ التعبير الدقيق، ظل من تدعون إلا إياه. بعد في تلك الحالة، في تلك اللحظات، هذه الأغشية بعد ماكو، المال لا تتوجه إليه، العلاقات الاجتماعية ما تتوجه إليها، كلها تظل، كلها تضيع، ظل من تدعون إلا إياه. الإنسان يتعلق قلبه بتلك القدرة المطلقة التي تهيمن على هذا الكون كله. ذلك الرجل الملحد الذي بنى كيانه على إنكار الله، كان في الطائرة، وإذا بالطائرة تتعرض للخطر، شايفين أو ما شايفين؟ أنا شفت هذا الشيء في منى في عام الحريق، عندما اشتعلت خيام منى بالحريق. هناك بعد منو أكو؟ أبوك أكو، أمك أكو، أموالك أكو، الكرسي اللي تقعد عليه أكو، كلها تذهب. وإذا بالناس كلهم يصعدون فوق الجبال، يفرون بين الخيام، وقلوبهم هنالك، ظل من تدعون إلا إياه. الطائرة على وشك السقوط، وإذا بذلك الرجل الملحد ينسلخ من هذه القشور، يرمي هذه القشور، يتوجه إلى تلك القدرة المطلقة، ويقول بلا اختيار: يا الله. هذا هو التوجه الاضطراري، هذا هو تعلق القلب وعودة القلب إلى حالته الأولية. عندنا نوع ثاني من التوجه، التوجه الاختياري إلى الله. التوجه الاختياري يتمثل في العبادات، ويتمثل بالذات في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل البركات، كل الخيرات الموجودة في التوجه الاضطراري موجودة في التوجه الاختياري. إذا أدي العمل على وجهه، الإنسان في حالة التوجه الاختياري التام، شنو هي بركات التوجه الاضطراري؟ الإنسان ينسلخ من هذه الدنيا الدنية، يخلع كل هذه القشور. الروح عندما تتوجه لها توجهين، الروح توجه إلى عالم الشهود، عندما تتوجه الروح إلى عالم الشهود تضطرب، تقلق، تنحط، الروح تنحط، تتلوث بالتوجه إلى عالم الشهود. ولكن عندما الروح تتوجه إلى عالم الغيب، إلى عالم الطهر، إلى عالم النقاء، ترتفع هذه الروح.
الإنسان الذي يصلي حقيقة الصلاة، هذا الإنسان صلاته ترفعه عن أوحال المادة. هذه الخلافات الصغيرة المتواضعة، هذه المعاصي والموبقات والآثام اللي إحنا أغرقنا أنفسنا فيها، وإذا بالإنسان يرتفع عن هذا الواقع ويتصل بذلك الواقع، واقع الطهر. سبحان الله، يعني شنو سبحان الله؟ الله منزه، الله مطهر عن هذه الأدناس. الروح التي تتصل بالصلاة بالله سبحانه وتعالى تكتسب من ذلك الطهر ومن تلك النزاهة، وتبتعد عن مضاعفات عالم المادة. إن الإنسان خلق هلوعا، هاي حالة الهلع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. امتلكنا قدرة لتكن كل هذه القدرة لي وأحرم الآخرين منها، هذه انحطاط الروح وتوجه الروح إلى عالم المادة. إلا المصلين، ولكن الإنسان عندما يصلي يبتعد عن هذا العالم، يذهب إلى عالم آخر. الإنسان الذي يصلي هذه الصلاة، الإنسان الذي يصلي هذه الصلاة واقع يتبدل، يعني تراه يمتاز عن بقية الأفراد. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحرب يقف ويصلي في ليلة الهرير، سامعين ليلة الهرير، المعركة الفاصلة، التحم الجيشان في الظلام، ظلام وحرب، حرب نهائية. علي صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة يذهب ويصلي. هذا ما كان يا أمير المؤمنين، يقول نعم، فعلى من نقاتلهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى نور بين يدي الله سبحانه وتعالى ساجد لله. سأل جبرائيل من هو هذا النور الذي يسجد بين يدي الله؟ فقال له جبرائيل هذا نور رجل من صلبك اسمه المهدي المنتظر. ذلك الأوج الإمام المهدي صلوات الله عليه روحه في ذلك العالم في حالة السجود لله، لأنهم عرفوا معنى السجود لله. وفي ليلة عاشوراء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استمهلهم ليلة، لماذا يا أبا عبد الله؟ قال إن ربي يعلم إني أحب الصلاة. ليلة نتزود في هذه الليلة من هذه الصلاة، لأنهم عرفوا هذه الصلاة، أدوها كما ينبغي. إحنا أيضا إذا نؤدي هذه الصلاة في أي مشكلة كنا، وإذا بالروح تعرج. معراج المؤمن، معراج يعني شنو؟ يعني بعد تنفصل عن هذا الواقع، هذا الواقع الملوث، تنفصل تروح إلى عالم آخر في أعتى مشكلة، المشاكل بعد ما تأثر في المؤمن، النزاعات لا تؤثر في المؤمن، القضايا الصغيرة لا تؤثر في المؤمن، لأنه ارتبط بذلك العالم. أحد العلماء ينقل في أحواله، مو عالم قديم في التاريخ، توفي قبل مدة، نقل أنه جاء ابنه من الحج،
اجى من الحج، لاحظ معراج المؤمن شنو معناته. الابن يأتي من الحج، حدث فيه بعد عودته من الحج نزيف، كلما حاولوا السيطرة على هذا النزيف ما تمكن. المهم وما عندهم وسيلة إلى الطبيب علاج كذا، ماكو وسيلة، كل المحاولات فشلت. الابن أيضا رأى الموت بعينه، أخذ ورقة وقلم وأخذ يكتب وصيته. حان وقت الصلاة. الأب كيف يكون بالله عليكم في هذه الحالة؟ شو يسوي في هذه الحالة؟ الأب اللي هو أب يعرف معنى هذه الكلمة، يعرف مدى الرابطة بين الأب وبين ابنه اللي دا يموت قدامه، ولكن الله أكبر أقوى من كل ذلك. الله أكبر يعني شنو؟ الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من المال، أكبر من الجاه، أكبر من المنصب، أكبر من هذه القضايا الصغيرة. وهنالك معنى آخر أدق لكلمة الله أكبر مذكور في الأحاديث الشريفة. الله أكبر يعني ارفع نفسك عن كل شيء واتجه إلى ذلك الأكبر. حان وقت الصلاة، الأب يقوم ويصلي. يقول أحد أبنائه: صلاته في ذلك اليوم لم تختلف عن صلاته في كل يوم. يعني قلق اضطراب؟ لا، مثل كل يوم شلون كان يصلي بخشوع وخضوع، ذاك اليوم صلى نفس تلك الصلاة. كان يقول هذا الناقل، كان يقول أحيانا أبي كان يعيد الصلاة 3 مرات، كان يصلي بعدين يقول ما كان عندي توجه، توجهي راح في الصلاة، هاي الصلاة ما تفيد، أعيدها مرة ثانية. يصلي مرة ثانية يقول هاي الصلاة ما تفيد، يعيدها مرة ثالثة. الإنسان عندما يصلي حقيقة يصلي لله، يدرك معنى الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحديث، لاحظوه في البحار، يقول: قرة عيني الصلاة، وإنه حبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام، وكما حبب إلى الظمآن الماء. عندما أنت عطشان تشرب الماء، شنو لذة الماء؟ لذة لا توصف. هذا السائل اللي ما بي طعم وما بي رائحة وما بي لون، ألذ شيء في فم العطشان. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام، وكما حبب إلى العطشان الماء. لاحظ التتم: وإن الجائع يأكل الطعام فيشبع، وإن الظمآن ليشرب الماء فيروى، وإنني لا أشبع من الصلاة. المؤمن أيضا إذا فهم الصلاة، إذا عرف الصلاة، إذا ذاق طعم الصلاة، يصبح نموذجا لهذه الحالة. هذا موضوع. الموضوع الثاني: الحفاظ على حدود الصلاة. الصلاة لها حدود، حدود واجبة وحدود مندوبة. ما علينا بالحدود المندوبة الآن، الحدود الواجب هاي الصلاة اللي احنا نصليها مطابقة للأمر الإلهي. بعد 50 عام يتبين أن الصلاة كانت باطلة.
صحة الصلاة لا ترتبط بالعلم والجهل، هذا أثر وضعي، كنت عالما أو كنت جاهلا الصلاة باطلة. وأول ما ينظر، لاحظوا الروايات في البحار وفي الوسائل، أول ما ينظر في عمل العبد بعد المعرفة طبعا الصلاة، يفتحون ديوانه يلاحظون صلاته، إذا قبلت يباوعون بقية أعماله، إذا ما قبلت يرمون بصحيفة أعماله. إحنا فكرنا أن الصلاة عمود الدين، يعني شنو عمود الدين؟ إحنا نعلم أن هاي صلواتنا اللي نصليها جامعة للشرائط، لو مو جامعة للشرائط أنى للجاهل أن يعرف ذلك. واحد من الشباب في هذا المسجد قال لي أنه أنا كنت أتوضأ على هذا النحو، قلت له وضوءك باطل ويجب أن تعيد كل صلواتك، مع أنه من الشباب المتدينين الملتزمين بالمساجد المثقفين أيضا بالثقافة الدينية، صلواته 30 سنة أقل أكثر كلها باطلة، هذا عمود دينه باطل، يجب عليه أن يعيد صلاته. يوم القيامة لا يأتي أمام الله سبحانه وتعالى والله والملائكة يرمون صحيفة أعماله جانبا. البحث الأول الصلاة، البحث الثاني الحفاظ على حدود الصلاة، لازم كل واحد من المؤمنين يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام الطهارة، لأن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة شروط واقعية مو شروط علمية. البحث الثالث صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها بحث طويل، لكن أشير فقط إلى حديث واحد، أنت في البيت صلي إماما وزوجتك تصلي خلفك، صلاة جماعة ما يحتاج إلى الزوجة، الطفل مميز، لاحظوا العروة، لاحظوا حواشي الفقهاء العظام حفظهم الله، طفل مميز يصلي خلفك كافي صلاة جماعة، ليش واحد يحرم نفسه من هذا الفيض ومن هذا الفضل العظيم؟ أتلو عليكم هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتاني جبرائيل مع 70,000 ملك، أهمية الموضوع، فقال لي يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. قلت ما تلك الهديتان؟ قال لي الوتر 3 ركعات، صلاة الشفع ركعتين وصلاة الوتر ركعة واحدة، حتى إذا واحد ما يحب يصلي صلاة الليل كلها على الأقل يصلي هذه 3، والصلاة 5 في جماعة. قلت يا جبرائيل ما لأمتي في الجماعة؟ فقال جبرائيل يا محمد إذا كان 2 يعني إمام وزوجته تصلي خلفه، ابنه يصلي خلفه، كتب الله لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة، مو بكل صلاة، بكل ركعة تكتب 150 صلاة، وإذا كانوا 3 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 600 صلاة، وإذا كانوا 4 كتب الله لكل واحد 1,200 صلاة، وإذا كانوا 5 كتب الله لكل واحد بكل ركعة
2400 صلاة. وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 4800 صلاة. وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 9600 صلاة. وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 19200 صلاة. وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 36400 صلاة. وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 72800 صلاة. فإن زادوا على العشرة، يعني إمام يصلي خلف عشرة مجموعهم اشقد 11 واحد، فلو صار السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. ذكرنا في مقدمة الحديث قصة العالم الذي كان يصلي على ذلك النحو. ابنه في لحظات الاحتضار ينزف دما وهو يقوم يصلي الصلاة التي لم تختلف عن صلاته في أي يوم من الأيام. نذكر النهاية أيضا. القضية قضية جديدة. في ليلة نقل هذا العالم إلى المستشفى، هاي النتيجة مربوطة بتلك المقدمة، مو بالصلوات الشلالية التي لا أول لها ولا آخر ولا معرفة فيها ولا توجه فيها. نقل إلى المستشفى، بقي أيام في المستشفى. في ليلة من الليالي يراد أن ينقل إلى غرفة الإنعاش. يقول لأحد المرافقين جئني بساعة. يقول له شنو تسوي بهذه الساعة؟ ما الذي تنفعك هذه الساعة؟ يقول له ذلك العالم هذه الليلة ليلة مهمة في حياتي، أحتاج إلى الساعة. يذهب يأتي به، يأتي بالساعة، يستيقظ في منتصف الليل. من اللي يستيقظ في منتصف الليل؟ اللي كان ينام طول عمره في منتصف الليل، في الليلة الأخيرة يقوم في منتصف الليل هالشكل، أو الشخص الذي صلى صلاة الليل طول عمره يقوم في تلك الليلة أيضا لصلاة الليل. يقوم يذهب لكي يتوضأ. دكتور أو ما أشبه ذلك اللي معه يقول ذهبت معه أراقب حالته. يقول شفت دا يتوضأ وهو يتكلم مع نفسه، يقول يا فلان لا تخاف، هذا هو الطريق الذي يجب أن يسير فيه الجميع. ويا نفسه دا يتكلم. توضأ وقام وصلى في تلك الليلة صلاة الليل. بعد أن أنهى صلاة الليل أذن المؤذن، قام وصلى صلاة الصبح وفي حالة القنوت وهو يناجي ربه سقط على الأرض ميتا وفاضت روحه إلى بارئها. هذه المقدمة وهذه النتيجة. شخص آخر أيضا قبل أعوام توفي، عندما كنت في قم
يقوم يصلي صلاة الليل كما يصليها في كل ليلة، ثم يؤذن المؤذن لأذان الصبح، يقوم يقرأ هذه الكلمات: يا محسن قد أتاك المسيء، ويسقط ميتا. هذه الصلوات إذا أديناها بحقيقتها، حقيقة الصلاة تجعل تلك النهاية نهاية مشرقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا مع محمد وآله في الدنيا، ويرزقنا شفاعتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.